للقيام بحملة انتخابية قبل بداية الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، بمنح الرخص لمن تشاء وتسحبها عمن تشاء وتغير البرمجة متى تشاء. متهم بصرف مال الجماعة الذي استأمنك عليه المواطنون، كصرف اعتمادات بناء قنطرة بدوار عزرة قبل انتهاء الأشغال وتحرير محضر إنهاء الأشغال وتفضيل منح سندات الطلب عوض إبرام الصفقات، لمعاقبة الأعضاء الذين لم يصوتوا على الحساب الإداري كما فعلت في عملية كراء الآليات، تسخير آليات الجماعة في غير مصلحة الجماعة والمواطنين بما في ذلك سيارة إسلام، عدم تمكين الأعضاء من محاضر الدورات رغم مطالبتهم بها ضدا على القانون، عدم تشكيل لجان دائمة للمجلس. ومعك نتهم السلطة المحلية في عدم حرصها على تطبيق القانون في كل ما ذكر، وخاصة في الطريقة الفريدة والعجيبة التي سيرت بها الدورة الاستثنائية، مما يجعلها حقا دورة خارج الاستثناء وخارج الزمن الجديد. وعليه نطالب بفتح تحقيق عادل ونزيه حول مجمل هذه الخروقات من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولن نتخلى عن الدفاع عن مصالح الساكنة للجماعة القروية لقلدمان حتى يرفع عنها التهميش والحيف، فتكون أيها الرئيس عبرة لكل رئيس يدخل السياسة من النافذة ولا يراجع القوانين التي تحكم العلاقات. وبيننا وبينك القانون والحصيلة التي تتهرب من إدراجها في دورة عادية أو مزاجية. ونعلن للرأي العام عن بداية معركة نضالية مؤقتة قابلة للتصعيد حسب الظروف والمواقف، وذلك وفق ما يلي. أولاً، يوم الجمعة 6 يونيو 2014، وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الإقليم. ثانياً، الأربعاء 11 يونيو 2014، وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة قلدمان. وسنبقى مخلصين لالتزاماتنا. يوم الخميس 12 يونيو 2014، بداية اعتصام مفتوح بعمالة تازة. وسنبقى مخلصين لالتزاماتنا مع ساكنة جماعة قلدمان حتى تتحقق مطالبنا المشروعة في المساواة والتنمية وفك العزلة والاهتمام بمشاكلها وزوال حالة الاستثناء بالجماعة قلدمان. وشكرا لكم.